مباشرة يسعدنا أن نرحب عبر الخط الهاتفي السيد محمد ياسين، مدير منتدى الإعلاميين في قطاع غزة. أهلا ومرحبا بك معنا. حياكم الله. تحياتي لك سيد محمد. يعني بداية اسمح لي من مكان تواجدك في رفح أن نتحدث عن الصورة الآن. نبدأ بالصورة والمشهد اليوم في رفح التي يعني يزعم الاحتلال بأنها المنطقة الآمنة اليوم في قطاع غزة، وهناك أيضا نزوح لآلاف المواطنين يوميا إلى رفح. نعم، فيما يتعلق بالوضع الميداني في محافظة رفح في هذه الأوقات تحديدا نشهد تراجع في حركة طيران الاحتلال المروحي في سماء المحافظة، لا سيما مع تساقط الأمطار والطقس البارد إلى حد ما في المحافظة. أيضا هذه الطائرات منها تحليقا مكثفا في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وعادة هذا التحليق المكثف يسبق تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي أهدافات محددة في مختلف أرجاء المحافظة. لعل المشهد الأبرز اليوم في محافظة رفح هو المخيمات، مخيمات النازحين التي باتت تنتشر في مختلف أنحاء المحافظة. بتنا نشهد خيام للنازحين في الطرقات، في الأسواق، في كل مربع محيط متاح للنازحين، لا سيما في ظل تكثيف الاحتلال الإسرائيلي غارات عدوانه على المحافظات الوسطى من قطاع غزة ومدينة خان يونس، والتي سابقا ادعى الاحتلال الإسرائيلي أنها تدخل ضمن المناطق الآمنة، ودعت كان غزة وشمال غزة تحديدا للنزوح إليها. فنحن نتحدث عن عائلات نزحت عدة مرات من محافظة إلى محافظة، والعديد من العائلات تنزح إلى محافظة رفح، وهذه العملية مستمرة والناس هائمة على وجوهها تبحث عن أي موضع قدم تستطيع أن تأوي إليه. بعض العائلات بكل أسف اضطرت للمكوث في شاحنات مع بعض التغطية كما كان تأوي إليه مؤقتا لحين عثورها على خيمة هنا أو خيمة هناك. المشهد في محافظة رفح يعني يرسم كل تفاصيل التغريبة الفلسطينية بأدق تفاصيل المعاناة اليومية فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، سواء ما يتعلق بالأغذية، سواء ما يتعلق بتوفر المياه والكثير من المستلزمات اللازمة والضرورية للحياة. نحن نتحدث عن ارتفاع جنوني للأسعار بكل أسف للمواد أو السلع التي يتاح لها الدخول إلى المحافظة، لا سيما أننا نعاني إجمالا من توقف غالبية سواء المواطنين أو حتى النازحين عن أعمالهم، عن ممارسة عملهم نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي لشهره الثالث في ظل الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي وشح إمدادات الوقود، بما ينعكس سلبا على قدرة مختلف القطاعات على مزاولة أعمالها، وفي مقدمة ذلك غياب الأمن والاستهدافات الإسرائيلية التي أدت إلى وضع غاية في الصعوبة في هذا السياق. أيضا فيما يتعلق بدخول المساعدات، شهدنا دخول بعض مساعدات تحديدا فيما يتعلق بأكياس الطحين والتي تذهب إلى وكالة الأنوروا التي تتولى عملية توزيعها لسكان المحافظة وللنازحين على حد سواء وفق آلية تتعلق بعدد أفراد الأسر. وبكل أسف نشهد طوابير طويلة جدا جدا، يضطر سواء سكان المحافظة أو النازحين الاصطفاف طابور طويل جدا جدا وأحيانا لعدة أيام حتى يستلم كيس أو ما يمضي به يومه فيما يتعلق بالخبز تحديدا. ماذا عن المستشفيات اليوم في رفح على وجه التحديد؟ لربما يعني هي المستشفيات حسب ما يقول بعض الصحفيين أنها يصلها القليل أيضا من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة. نعم. كيف تبدو الصورة؟ نعم، فيما يتعلق بالوضع الصحي والقطاع الصحي
نحن نتحدث عن عدد محدود جدا من المستشفيات التي هي ربما تبدو أقرب لمراكز صحية صحيح. من كونها مستشفيات، لأن محافظة رفح تحديدا منذ سنوات طويلة وهي ترفع صوتها عاليا مطالبة بحقها بمستشفى مركزي ورئيسي يلبي احتياجات المحافظة وسكانها، حيث يعني فيما يتعلق بمعاناة إجمالا سكان قطاع سكان محافظة رفح تحديدا من وجود مرفق صحي يلبي احتياجات المحافظة قصة معروفة، ويعانون في هذا الجانب على مدار سنوات طويلة. فالمستشفيات الموجودة حاليا هي بالأساس لا تلبي الاحتياجات الطبيعية لسكان المحافظة في الوضع الطبيعي. نحن نتحدث عن نزوح آلاف صحيح. بل عشرات الآلاف من المواطنين إلى محافظة رفح بما يفوق قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع هذه الحالات والأوضاع المزعجة. نحن نتحدث عن انتشار بعض الأوبئة بين صفوف النازحين المتكدسين في المدارس التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية فيما يتعلق بما يتعلق بالنظافة الشخصية، بما يتعلق بتوفر المياه اللازمة للاستخدامات الخاصة، فيما يتعلق بالنظافة. نتحدث عن التكدس المواطنين في بقع ضيقة ومحدودة مما يساهم في انتشار الأوبئة وبعض الأمراض التي بدت ظاهرة في المراكز الصحية وفي المستشفيات. فيما يتعلق أيضا في المستشفى الأبرز في المحافظة هي مستشفى أبو يوسف النجار، يعني أعلن عن يعني محدوديتها وقدرتها على التعامل مع ما يصلها من حالات، لا سيما أننا شهدنا خلال الأيام الماضية عدد من الاستهدافات الإسرائيلية التي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء والعديد من الجرحى في صفوف المواطنين. فهذا ما يتعلق المشهد الطبي في محافظة رفح. سيد محمد، يعني ماذا عن النازحين؟ هل ما زال حتى هذا اليوم هناك نزوح لألاف المواطنين إلى منطقة رفح؟ أم أن عمليات النزوح توقفت؟ أيضا ماذا عن الممر الذي يزعم الاحتلال بأنه هذا الممر الآمن للنزوح؟ نعم، عملية النزوح بكل أسف ما زالت مستمرة ومتواصلة، وإن تفاوتت وتيرتها من يوم إلى آخر. الأمر مرتبط بقرار النازحين أنفسهم فيما يتعلق بقدرتهم الاستمرار حيث يتواجدوا، سواء في المنطقة الوسطى في دير البلح، في النصيرات، في البريج، أو في محافظة خان يونس، وأيضا إمكانية تأمين أنفسهم في مكان في محافظة رفح. لكن العديد من العائلات اضطرت للنزوح دون أن تمتلك خيار محدد للنزوح كمكان تأوي إليه، فتلجأ بكل أسف يعني بعض العائلات كما ذكرت لجأت لبعض الشاحنات وأوت إليها مؤقتا لعثورها على خيمة هنا أو خيمة هناك. ما زالت بعض المؤسسات الخيرية تبني المزيد من الخيام لاستيعاب أعداد النازحين المتتابعة والمتزايدة بكل أسف، فيما في حي تل السلطان الذي زعم خلال أنه مكان آمن ودعا سكان محافظة خان يونس للنزوح إليه، هناك جهود لإقامة نحو 5000 خيمة لاستيعاب أعداد النازحين، لا سيما في ظل تكدس العائلات التي أوت ونزحت مدار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بالكاد يتم تسليم النازحين الخيام التي تتوفر بصعوبة بالغة. الحياة في هذه الخيام غاية في الصعوبة، غاية في البؤس، غاية في المعاناة، لا سيما مع الآن فيما يتعلق بسقوط الأمطار وبعض الطقس البارد في المحافظة. لكن ليس لدى هؤلاء النازحين أي خيار آخر بكل أسف. نعم سيد محمد، اسمح لي أن أستثمر وجودك اليوم معنا ونتحدث كونك مدير منتدى الإعلاميين في قطاع غزة عن حال الإعلاميين اليوم. يعني فقدنا نحن 106 من الصحفيين خلال هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة. اليوم الصحفي ما بين نارين في قطاع غزة، يعاني مثله كباقي المواطنين في الظروف المعيشية التي يكافح أيضا من أجل البقاء والاستمرار
الاحتجار على قيد الحياة، وأيضا يعني المعاناة الثانية هي مكافحته من أجل نقل الصورة ونقل الحقيقة وأيضا الرواية لهذا العالم أجمع. هناك أيضا يعني مخاوف من استهداف الصحفيين واستهداف أهاليهم دوما، يعني ما نشاهده أيضا ونتابعهم الاستهداف بشكل مباشر وتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين على وجه الخصوص، يعني ما قولك حول ذلك؟ ما هي أيضا يعني ما هذا؟ ربما كتبت مقال في بداية هذا العام الجديد الذي لم نعد نشعر بالأيام وضيعة الأوقات مع شدة العدوان الإسرائيلي إجمالا على مدار 3 شهور متواصلة، وفي حالة من المجازر وحالة من المعاناة وما يتعلق بكل تفاصيل حياتنا في هذا السياق. تحدثت فيه عن أن عام 2023 كان الأكثر دموية في تاريخ الحركة الإعلامية الفلسطينية. نحن نتحدث عن استشهاد 106 صحفي وصحفية خلال أيام العدوان الشهور الثلاثة التي نشهد فيها العدوان الإسرائيلي، بينما عدد شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية منذ عام 2000 حتى تاريخ استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة في مايو 2022 كان 50 صحفيا على مدار نحو عقدين من الزمان، بينما في غضون 3 أشهر قتل الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد 106 صحفي وصحفية، وهذا العدد بكل أسف وبكل ألم مرشح للزيادة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي والاستهداف الذي طال أسر الصحفيين. نحن نتحدث عن تدمير بيوت العشرات من زملائنا الصحفيين، نتحدث عن استشهاد العديد من ذوي أهالي من أهالي الصحفيين، كان ربما أبرزهم الزميل وائل الدحدوح، الزميل أنس الشريف، الزميل مؤمن الإشرافي، لكن أيضا هناك العديد من الزملاء الذين فقدوا ذويهم نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي وجرائم الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة. نتحدث عن قصف مقار عشرات المؤسسات الإعلامية نتيجة تدمير أبراج في محافظة غزة تحديدا، واضطرار العديد من وسائل الإعلام التي تعمل من قطاع من غزة تحديدا للتوقف عن العمل نتيجة غياب التيار الكهربائي، نتيجة تقطع خدمات الإنترنت، نتيجة تفرق الطواقم، ونتيجة الوضع المأساوي الصعب في هذا السياق. لكن رغم هذه الصورة القاسية والمؤلمة إلا أننا كفرسان للإعلام الفلسطيني ما زلنا نكافح حتى تصل الرواية الفلسطينية، ونحاول حتى الرمق الأخير كي تصل الصورة الفلسطينية. ربما فيما يتعلق بهذه الرسالة التي أتحدث فيها إليكم، وهي ترسم صورة من جوانب المعاناة التي نواجهها ونكابدها في محافظة رفح وإجمالا يعانيها فرسان الإعلام الفلسطيني. أنا اضطررت للحديث عبر جوال أحد أفراد العائلة لأن جوالي شحنته يعني تكاد تنتهي، وبالتالي نحن نواجه صعوبة في توفر إمكانية شحن جوالاتنا لاستمرار التواصل. نحن نتحدث عن غياب التيار الكهربائي بشكل كامل عن قطاع غزة منذ 3 شهور، وما يتاح هو نتيجة بعض ألواح الطاقة الشمسية المحدودة في بعض المرافق العامة سواء المستشفيات أو بعض المرافق التابعة للبلدية، والتي تضطر للسير على الأقدام مسافة طويلة حتى تستطيع أن تواصل رسالتك الإعلامية، وحتى أيضا تستطيع أن تتواصل مع المحيط ومع الأهالي في هذا السياق. فرسان الإعلام الفلسطيني يعانون بمختلف جوانب ما يتعلق بالعمل الصحفي، الانترنت بصعوبة بالغة وإن توفر فبضعف شديد، والتقطع يكاد لا يتوقف في هذا السياق لأنه أساسا مرتبط أيضا بوجود التيار الكهربائي بكل أسف. نعم، يعني من هنا سيد محمد، يعني عندما نتحدث عن هذه الصعوبات والتحديات التي تواجه الصحفيين اليوم في قطاع غزة بعيدا عن مخاوف استهدافهم واستهداف عائلاتهم، هل هناك أي متابعة أو أي اهتمام من قبل جهات ذات العلاقة، المؤسسات الحقوقية، المؤسسات الإعلامية من خارج قطاع غزة
من أجل تسهيل عمل الصحفي على وجه التحديد، وهو أقل واجب يجب أن يقوم وأن يعمل به أيضا. هل هناك نعم. أي متابعة، أي شيء لتسهيل؟ بكل أسف وبكل ألم نحن لا نجد أي اهتمام أو أي متابعة على مستوى الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبها بحق فرسان الإعلام الفلسطيني. نحن على الأقل في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين طالبنا الاتحاد الدولي للصحفيين بسحب عضوية الاحتلال وتجميدها من هذا الاتحاد الدولي لحماية الصحفيين، لحماية حرية الصحافة. هذا الاحتلال الذي توغل في دماء الصحفيين وارتكب الجرائم ويحارب حرية الصحافة والعمل الصحفي ويمنع حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، ولكن ما زال بكل أسف هذا الاحتلال المجرم الذي يفترض يتم قيادة جنوده وضباطه إلى المحاكم الدولية ما زال يحظى بالاتحاد الدولي للصحفيين. فهذا أمر محبط جدا ألا نجد أي استجابة من الاتحاد الدولي للصحفيين، ولا نجد تحرك ملموس على أرض الواقع يدفع الاحتلال ويضغط على الاحتلال كي يوقف جرائمه بحق فرسان الإعلام الفلسطيني وبحق الإعلام الفلسطيني احتراما للقوانين الدولية وللمبادئ والمواثيق الإنسانية التي أكدت على حماية الصحفيين في مناطق النزاع وعلى حرية العمل الإعلامي وعلى حرية التعبير في هذا السياق. نحن لا نجد اهتمام ولا نجد متابعة ترقى لمستوى الاستهداف الإسرائيلي الكبير للطواقم الإعلامية في قطاع غزة، لا سيما بكل أسف وبكل مرارة ما نجده من تواطؤ دولي من الإدارة الأمريكية تحديدا ودعمها لهذا العدوان على شعبنا في قطاع غزة. وللأسف ما زال هذا العدوان متواصلا وما زال التواطؤ الأمريكي قائما. فبينما تتحدث الإدارة الأمريكية عن بعض المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي تدعم بكل أسف جيش الاحتلال بالأسلحة وبالذخائر الحديثة التي تنهال على رؤوس الآمنين في بيوتهم في قطاع غزة. وهذا يعني لربما أيضا يعني الحال هو أكبر وكارثي أكثر على الصحفيين المتواجدين حتى هذا اليوم في شمال قطاع غزة، ولا أحد يعلم عنهم شيء. هل هناك أي تواصل؟ نحن نتحدث عن صحفيين أقل بقوا اليوم في قطاع غزة. نعم، ما زال عدد من فرسان الإعلام الفلسطيني يعني يحاولون مواصلة الرسالة الإعلامية ولو بالحد الأدنى من شمال قطاع غزة، وهؤلاء بكل ما تحمل الكلمة معنى يستحقون كل آيات التقدير وكل آيات الاعتزاز والافتخار بهم وبدورهم. فهؤلاء هم في حكم استشهاديين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنهم معرضون لخطر الاستهداف الإسرائيلي، بل بعضهم تواصلت مخابرات الاحتلال وهددته بشكل مباشر وطالبت منه التوقف عن العمل ونقل الرسائل الإعلامية. والعديد وبعض الزملاء للأسف تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال التي توغلت في محافظة غزة، ونتحدث عن اعتقال عدد من فرسان الإعلام الفلسطيني في شمال القطاع، وعن اختفاء قسري لاثنين من الزملاء الصحفيين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر دون أي معلومات سواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو الصليب الأحمر عن مصير هؤلاء الزملاء بكل أسف. نعم سيد محمد، أختم إياك برسالتك ومطلبك اليوم كصحفي وأيضا كمسؤول يعني حول ما يجري اليوم في قطاع غزة وحول استهدافات الصحفيين المتكررة، وأيضا يعني هذه الاستهدافات يعني التي يسعى الاحتلال إليها من أجل عدم نشر الرواية الصحيحة والرواية الحقيقية عن قطاع غزة وما يجري حتى هذا اليوم. نحن نقول بشكل واضح وبشكل مسؤول، الصحفي الفلسطيني يرفع شعار بالدم نكتب لفلسطين، وهذا الشعار لم يعد مجرد شعار يردد وإنما الواقع ملموس على أرض الواقع. زملاء وفرسان الإعلام الفلسطيني يشيعون زملائهم ويواصلون رسالتهم الإعلامية، ولعل المثال الصارخ كان الزميل وائل الدحدوح الذي هو يمثل شريحة الصحفيين الفلسطينيين، حيث وارى جثمان زوجته وبعض أقاربه وأبنائه وخرج عبر قناة الجزيرة لينقل حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني. والعديد من الزملاء تعرضوا لبعض الإصابات
ورغم ذلك ما زالوا على تواصل وما زالوا على حرص كبير لنقل صورة الإجرام الإسرائيلي وفضح هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وآن لهذا الشعب أن ينعم بالحرية وبالاستقلال أسوة بشعوب العالم الحر. نحن في قطاع غزة ندفع ضريبة الحرية والكرامة والاستقلال الوطني في سياق مشروعنا الوطني الكبير. يعني أمدكم الله بالقوة وأيضا أعانكم، ويعني نتمنى دوما لك السلامة أنت وجميع الزملاء في الميدان. السيد محمد ياسين حدثنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة، شكرا لك على هذه المداخلة، وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في هذه الموجة المفتوحة عبر شبكة وطن الإعلامية. شكرا لك.